السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. الطريقه اللي قدامكم دي طريقه شويه اللحمه او الورك او الكتف على الشاليه او على الفحم. كل اللي عليكم بتتبلوها قبلها بيوم، بعد كده بتحطوها مباشره على الشوايه. هتبدا تنشوي معاكوا زي الفراخ كده، التسميني ما بتنشوي، وهتطلع بالطريقه التحفه دي. طبعا اللحوم بتنزل دهون، الدهون دي هي اللي بتسوي اللحمه. هنشوف طريقه تانية برضو، طريقه تسويه اللحوم شرايح. هتتقطع شرايح وهتتحط كده مباشره على الشوايه ويكون متبله برضو، وهتطلع بالشكل التحفه الجميل ده. وممكن تحطوها كمان في العدان بتاعه الشوايه او الشاورما على الفحم. الفحم بيخلي اللحوم ريحتها وطعمها شكل تاني خالص غير التسوية في الفرن او على البوتاجاز. ده برضو طريقة تسوية الصدق، برضو على الشالية او الفحم العادي في شواية الفراخ زي الفراخ بالظبط. وبرضو هتطلع بالشكل الجميل ده. لو في كفتة برضو عاملينها في سيوخ او في الشوايات هتستوي برضو بالطريقة دي. الطريقة دي سهلة جدا وموفرة، مش مكلفة خالص. كل اللي عليكم هتجيبوا الفحم وتولعوه وتسيبوه يدخن. بعد كده بقى هتحطوا اللحوم تنشوي، وهتشوي جنبها فلفل وطماطم وترنشات بصل، بتطلع برضو تحفة وجميلة. وبرضو ده شواية، برضو ممكن تشوي عليها الذرة وبرضو الخضروات، اي خضروات. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس.